السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحبوب الصحاب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى رزقكم الصحه والسلامه واي حاجه زوينه كنتمنوا في خاطركم. اليوم ان شاء الله باذن الله راه حنا في مدينه صفرو، جينا باش نشوفوا اختينا ونطلعوا عليها نشوفوا الدار ديالها السكينه ديالها كيفاش كلشي مزيان. ايوا راه دايره التسويق لمالي الدار، قالت لهم غير اجي، وراه طحتنا على واحد المجازات عرفتي، واحد البيصنات يبيعوا فيهم الحوايج وقيصريات وهذه، دبرت لنا غا على المناتي وصل. ايوا اخوتي حنا غادي نمشيو ان شاء الله وغاتعيشوا معنا كلشي ونخلي معكم لاله وفاء. السلام عليكم متابعين ديالنا، كيف بقيتوا بخير؟ لاباس عليكم؟ مزيانين تكون في احسن الاحوال ان شاء الله. ملي تبغى تشوف هذا الفيديو دابا حنا مدينه صفرو، مده هذه ما جينا لهاش صراحه زوينه. اليوم جبد هذه الطريق اخوتي، صراحه جبد هذه الطريق. اليوم جينا عند اختي نوى ان شاء الله نطلع عليها، درتنا كما قال لكم ايلاتنا واحد التشويق اخوتي، قالت حنا المواكاز هكا عارفين حنا العيات عزيزين داكشي ديال الحيوانات وداكشي ديال الدوران. المهم اليوم ان شاء الله غندورو وغنوريكم داكشي كامل مدينة صفرو. المهم غنقربكم شي مدينة صفرو، وتحية كاع للمتتبعين، تحية كاع للمتتبعين اللي كاينين في مدينة صفرو. غتشوف الشراو، شنو الشراو؟ غتشوف جوديا. راه جاي اسامة جاي فرحان، كيجي يطلع على جوديا. ايوا خليكم معنا اخواتي ان شاء الله. دابا راه حبسنا بواحد القهوة، انا واخد واحد الحلوة وغنديكم طريقنا ان شاء الله. ايوا الحمد لله على سلامتنا. الله يسلمك الحمد لله. حتى خوتي بقينا كندورو، بغينا زعما ناخذو شي طارط وتقولوا واش لقينا شي. ايوا انا غير هاد، المهم غير دوك الحليوات صغار وصافي ديناهم. وخلاص الولد راه معمر الكوفر، سيري وفورينا الكوفر سير. واخا دقيقة وانا بحالك. خلاص الوالد الكوفر معمره أسامة. غيره فلان. مجمجمجم جوديا. أسامة هو راه معمر الكوفر. أسامة توحشتي جوديا؟ ها يلا نقص زير كاطون السكر جايين نغطبو. هي جايب الخبز ديال الدار، هذا الخبز ديال الدار ديال الفران. يا ودي سير العنب. مزيان. الميكات ديال سقطت جوديا، الميكات كلها سقطت جوديا. صحتها راحت. لا خوتي راه محال واش نصورو لكم في الدار الفوق. فين شويه ديال الحامض؟ مال شويه ديال كتشوف شويه الحامض باش تخرج الحامض. يلا هزو كل واحد يهز الهاج. شكون يهز الكاطونات؟ هو اللي الهاج. فين غادي؟ فين غادي؟ ايجاك صفرو مزيان؟ ها؟ مزيان صفرو بحال الهاج بجودي معتاد بحال الهاج. بحال الهاج بجودي، مازاليش الفرق بين الهاج وكاع. صفروا الهاج بحال بحال. ايوا بحال بحال. ها كاينش الفرق؟ ها كاينش الفرق صافي. مازال تسالينا باش نعرف. يعني ثلجوا ثلجوا بحال الحاج. الدوري عاد تعرفي الحجبه كبيره على صفرو. اسامه اسامه ما توحشتيش جوديا؟ صافي على نوال. يلا اخوتي دابا ان شاء الله غادي نطلعوا. ولا هز هز حبزه، هز العنب، هز صندوق العنب. هز العنب قلب هذا. بعد ما تغدينا الحمد لله تغدينا دوزنا نير زين اختي نوال، كاين هذاك الشيء واعر تبارك الله عليها طيب نوال ما شاء الله عليه. دابا الدراري مشاو مع الحاج خرجوا، ودابا انا خرجنا اختي فاطمه ونوال ومعايا اسامه وجوديه حتى هي. دابا غنخرجوا شويه هنا مدينه صفرو غنبارطاجي معكم هنا غير كاين شي محلات زوينين. المهم غنشارك معكم داك الشيء كامل، خليكم معنا. دابا حنايا هنا بواحد الشارع مي وصلنا المحلات، انا صفرو ما كنعرفين فيه حتى شي حاجه. المهم تحيه كبيره للناس، انا تحيه كبيره للناس ديال صفرو كبيره فيما كانوا. شوفوا شوفوا اسامه، شوف شوف اشنو داك الشيء. اسامه فرحان، قول اسامه فرحان. اسامه فرحان اسامه كالعاده. شوفوا باغي شوفوا شكون عقل عليها. شوفوا شوفوا والوان والوان. دابا تخلصوا جوج جوبيات. خلصوا جوج دراهم. صافي واخا قال لي كيفاش كانت هاد الصوفا هادي؟ حنا بعدا العشاق ديالها كنا صغار. الصوفا ديما كنا كناكلوها اللي كنا صغار كبرنا بيها. هادي كانت في الكوشكا ديال كانت. شوفوا شكاينه بنتي معليش. والوان والوان
خدمتي؟ ودابا وحيدة جوديا سيرجي باش كتقص سير هادشي الدوار هذاك راه بغيت هادو كان عندي المتسبعين ديالناها مزال نديو لهم هاد الورود كاملين الوريضات ديالنا وريضة وريضة وين هذا ديال العروسة والعريس هذا ديال العروسة هذا شي مزال مع القالب مع هاد الوريضات الشميعات هذا الشميعات انا الوريضات كاين شي وريضات هذا ديالها واعرة شحال هذا ولدي؟ 170 زوينين واش بالسنية نيت هذا بهاد السنية هادي؟ لا هذا هي هادو بوحدهم 170 درهم الصراحة مازال قبل حمزه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نفرحوا بيا ربي نسال على وليدات جميع المسلمين وبنيات جميع المسلمين كل حدا الله اللهم امين شهادة هذا تعجبو خاصي فاطمه هاد بغيتي اه انا تعجبني في الكحل ها غير في الكحل هيك كاين الكحل اه ماشي اه ماشي واخا عندي الدوش ديال زاد تصرف الكحل اه شاد الوراسي هاد واعري صراحة انا تعجبني عاوتاني ديك الخضره بحال هكا داك الشيء اه بحال هذاك هذاك ولا زوين هذا دوما انا بلا باين الصراحه المريض تريات هنا فوق هاد المحل زوين هنا في بلاد الصفراء هذا نينو 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 اشري اشري شنو هاد نينو لا مسكين شو اي اي هلا يا سما ضروري حنا خصنا ضروري فوق ما ندخلو خصنا انا عجبتني هذيك الطروبه الكبيره صحيحه زوينه سما هذا ما كيخصوش ما فوق ما خصوش ليا كل صافي ما خرجيش اه بساله هاد انا عجبتني وحده صحيحه دابا هو تيمشي لهادو دغيا تترسل واش تحرك ولا تيتلف تيتلف واش تحرك ولا ما تحركش واش تلقاش باش من اللعابه الدار غادي تطيح باللعابه عندنا في الدار حركس شنو هو؟ متحركش ما تحركش؟ احنا مشينا بسلام اه نحرك نتحرك مش هادي هذا شدك اختها وخسرتيها ما بكع 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 ما كاين لعبك لا عافاك عافاك هذا هو خاصني الملاوي ها والله الا شي شي تبطل هذا انا خاصني انا الملاويات ها واش هذا البانر 40 درهم زوينه كبيره قلت لي شنو خاصها قلتي هي النت اللي خصنا هذا كبير بحال 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 هذا خلوشة هذا شوف شوف يمكن يمكن تخلوشة شوف هذاك معقد صغير وديك هذاك معقد صغير هذا عطرية هذا دير عطرية هذا والله حطها هذه حطها أنا شوف أنا شوف 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 أنت بس ما شنو خصك شنو عجبك هنا؟ شنو؟ شفتي حاجة هنا؟ عندنا هادي عجبتك هادي؟ شاي اه شي زوين ايوا هادي الملوى قيلة هاداك تيضربوا فيها داك الملوى صح قلا من طاقة الجبل تيضربوا فيها هاداك فداك ورقة بحال ورقة تريد 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 هاداك تريد بحال ورقة اوه شي واعر صراحة الملوى تيضربوا في الملوى شو طويش الناس هادا الصراحة هادا واعر شكاية جداد هادا هادو شو هادا شكاية جداد فنين هادا باينة واعرة حمقوني واو زوين هذا الصراحة زوين شوفي شو شنو هذا عكاز هذا ديال الصباط وقيلا ماشي طحشة غير تهرس اخوت شوف هذاك سيكي صاب بريمو كسكاس واو هذا الشيء واعر بزاف ما تعجبني هادشي ما مشينا تعجبني هاد السيد هذا الفخار وتحية اسفي تحية كبيرة 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 بزاف تحيه اختي نجات خويا عبد الرحيم تحيه لهم كبيره 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 من لهنا من ديال الصفرا شوف هاد الموضه ديال البيجاما عجبني بزاف هاد الموضه ديال البيجاما هذا هو راه الموضه هذا شوف جاي فيه الطرز هنايا ها نتوما وجاي فهاد اللوين هذا واعرين واعرين واو الكحل تحمق هذا فنان صراحه هاد الله هذا عزيز بنوارات اللي كتشوفو خرجو جداد هانتوما وسام لباس الحيد انتي خايبه شنو كيدايرين هنا من العام هذا فنين هذا الصراحه وشوفوا وشوفوا اه انتم خايبين ويلي 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 حشومه يقول ما تقول اسامه زوين قال لك واكو شوفوا 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 الكاميرا قال لك انتم خايبين هذا واعر هذا زعما تحطوا بواعر اه شوف هذا شوف شوف هذا واعر هذا شوف شوف كاين شو الكحل هذه شوف كي دايره شوف شوف هذه دوبل اكسيلان دفنه هذا دوار
شوف هذا شوف هذا خالي شوف نتوما نتوما زوينين صافي تصالح معاهم اه دوم الله يسامح شوف هذا واعر هذا خالي شوف 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 هذا شوف عرفتي وفاء شوفي عرفتي وفاء شوفي عرفتي وفاء ربي 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 شنو عرفتي وفاء خايبة عرفتي وفاء خايبة اشتر لي شلوعات اشكي عليهم راك جنك حنت حق الله راك جنك حبيد الله انا باش نشيك اللعاب حيت انت كتلفك وشي كتهرسو صح حنا غير حنا نشري انت تهرس اه بزاف نخدمو غير معاك انت وهذا البيجامات هذا البياس هذا الوار دوار هذا البيجامات هذا دابا انا عارفني دابا رجع غير البرد اخويا شوف هاد فين ورا اللوين فين العشاق الزرق واعر هذا الفن دوار عرفتو ما تشكيت هذا الفنين تصفروا صراحة هاد المدينة واعرة والله إلا أنا عجبني صراحة هاد المدينة تصفروا عجبوني بزاف هادو زوينين هادو شوفي شوفي هاداك بحال هادي شوفي هادي هادي اللي كنتي كت هادي زوينة هادي هادي شحال هادي زوينة هادي هادي بسروالها طيب هادي الدوبلة خاطي هادي راه الدوبلة زوين هذا راه الدوبل انا هذا اللون دايما تمشي تقول لي والدي خاطر كتشري هذا اللون هذا اللون وما جوج اللون خاطر عند خاطي فاطمة حاج اليوم جيتي تطلع على بنتك وما بغيتيش تمنى على الحصة حوايج الا جينا بعدا هنا لصفرو تحية للناس ديال صفرو جينا نشوفوا كاين عندهم واحد الكلوب هنا دو تير ايوا نطلقوا يدينا شوية عاود هنا عندهم واحد لافوس هنا تاهي اللي ما جبتيش سوبر بوزي ما جبتيش سوبر بوزي هي ديال البلاطو باش يعرفوا المشاهدين الخماسيه ديال الصيد وسوبر بوزي كتكون غير ديال البلاطو يكونوا فيها جوج قرطاسات فيه غير جوج جويجات حمزه هاد الاجواء واقيلا اول مره تعيشهم انت لا عايشهم ما تمشي ناكل مع ضميره ها تمشي ناكل ما مشيتش معاها واحد المره واحده مره واحده مشيتي في الصياده مشيت صياده مشيت حتى لتين ها انتم اخوتي سوبر بوزي هذه راه ماشي بحال ديك اللي شفتو داك النهار هذه واحده اخرى وخلاص الكلوب هو هذا واش حنا اليوم غادي نتيريو كاين هذا البوست هذا وكاين البوست الاخر راه هو من ليه هذه البلاصه غادي خلاص هو لو شون ديال لو شون دو تير باش تعرفوا المشاهدين دوك البلاطو اللي كيديروا التير اللي كيتيريو دوك البلاطوات الليمونيين راه هما هادو راه فيهم الدينامو كيبقاو يتحركوا ما كيبقاوش في بوزيسيون وحده دابا من هنا كيصيفطها للسما كيصيفطها لهاد الجهه وانت كيخصك تضربها الحاج راه كيدير الاستعدادات الاولى ديالو حافظ الله صاحبي ها اول ان شاء الله دابا الحاج علاش ما كاين حتى واحد هنا باش يعرفوا الناس ها علاش ما كاين حتى واحد هنا ايوا الناس قلال دابا باش يعرفوا الناس دابا ديال الفتره ديال الصيد الناس كيخرجوا كيصيدوا في الطبيعه كيمشيو كيصيدوا الحيوانات ايوا دابا الحيوانات ما كاينش والوقيته فاش ما فاش كيكون منوع الصيد مع كتجي واحد الوقيته شحال ما كتصيدوش الحاج في العام عندك 3 شهور دابا ديال من شهر 10 11 12 صافي كتسرى الصياده كتبقى عاوتاني حتى لشهر 7 8 عاود كتسالى ديال الحمام والزطوط والسمنه والوقيته فاش ما كتكون الصياده الناس كيلتجؤوا لهذا كيجيو هنا بلا انتهي كيجيو لهاد المراكز بحال هكا تلفوا شويه حمزه تريني شويه يما تجرب حظك يما نجربو اه نجربو حاز راس قال الاولى انا ما شفتوش مزيان هو كاع باش شفت حمزه كاع ملي دز بغيتيني وات
ضربة؟ لا شحال عندك في المجموعة الهاتف؟ صفر. لا ضربتيش يا عاد ضربتيش يا عاد ثلاثة واقيلا ثلاثة واحدة وحدة. انا ضربت وحدة حمزة حمزة ما مشاش بزاف ما انا انت خصك تهضر علي تمشي لي التركيز كامل حمزة تيقول بولو قطرت شوية واحد لافوس هي كامل كيطير في بلاصة اللي كيطير لا شوية قول لي حمزة كتقول بولو كتقلب عليها كيتريني من نهاية الحصة اخوتي الحاج ما جبتيش معاك القرطاس بزاف ما كوراز تيتلعب اه بارك الله بارك حمزة بول بول فينا اخوتي نمشيو نرجعو ان شاء الله للصفرو عند مولين الدار وموراها نمشيو بحالنا راه حنا يلا ايوا اخوتي وخواتاتي من بعد ما رجعنا من عند اختي نوال تصطل في ايوب كيفاش ما ديتوش انا لا هذا راه بقى من ديك الخطره وهذا مرجعنا من عند نوال الحاج باش دا الزيتون تاع عصر ايوا هادشي اللي جاب الله اخوتي جوج طوارو ديال 20 20 لا 60 30 30 هاد 30 30 وهذا شحال كيهز؟ راقي من كل سنة والسلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي تحية لكم كاملين الله يسهل اموركم الله يعطيكم وشكرا لكم والله يحفظكم وينجيكم من كل افات والله يحفظكم وليداتكم الله ينجحهم والمريض الله يشافيه ايوا شكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينة وعلى المساندة ديالكم لأيوب وفاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم شكرا بزاف 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 للمتتبعين كاملين اللي تيتفرجوا في هذا الفيديو ايوا كنت تشوف هذا الترويض انوكس الصراحه شي حاجه صحيه هذا شحال كيهزو هذا ديال 50 هي صافي جوج تبارك الله دابا هذا دميكا ماشي حتى هذا تيبقى فيهم الصراحه خرجوهم على حساب الزيت خاصين بالزيت هذيك تتهز خمسيطه بالروبيني بالروبيني تطلق من هنايا حتى هذو راه فيهم الروبيني ديالهم حيدتو لهم الروبيني لا لا هذو بغيتي شتي دابا داير لك حتى هذه اللعبه هذه داير لك هذيك شتي عسدنهم انا بغيت نتفكر هذيك بلاصه الروبيني خلاص شافهم المشاهدين معنا شحال فاش كنا شاديين لا ما وريناهمش وريناهمش هذا لا زعما كنا لا ما عطيتيش واو الله ما عقلتش والله ما لا صورنا ذاك الفيديو ديالهم فاش شريناهم ما حطاوش ايوب زوين الصراحه شريتهم من صيفطهم لي واحد السيد من الرباط وطاحوا بثمن مع شحال وقيلا واش 20 ولا مع شحال 18 واحد 18 لوحده 18 وقيلا 18000 ريال الواحد 18000 ريال الواحد وهذه واقيلا 10000 ولا 8000 ولا ما عقلتش 10000 هذيك 10000 ياك 10000 5 يطر وهادو 50 يطر ورا 8 على تيقول لك هما ها هو 8 على 10 اينوكس ديالهم احسن اينوكس 18 على 10 ها 18 ودي 18 على 10 هو احسن اينوكس شتي الروبينيات اللي دايرينهم هكا تيجيو هكا تيجيو ناحيه الكارطون راه واحد جبت ثلاثه حلو شتي الروبينيات راه والجلدات يكون الجلده في المغطيه شتيها انت هذيك راه الجلده ديال هادي شتيها انت الجلده هنا ايوا انتما دابا يا خويا الدراري الزيت تما خاصك الحمد لله الزعم ويني شتي بقى شويه حركو عاد خويا بلاتي ايوب بلا بقى شويه حركو حرك حرك حمزه حرك بلاتي ايوب باقي باقي زيدو زيدو ايوا يبقى غير شي شوي ما تخليو داك الضغط لتحت كنضغطو هنا عندي طلعتو لي الزيت يا 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 دير دي ميل ميل طار عندك ميل 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 مزيرش ما مزيرش يا جيب طرنوفيس جري 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 شتي زرنا ضيعتي الزويته ايوا الزيت دابا تبصيل هذا الصباح ايوا الخير هذا تزلع صح انا زيرتو شي بعدا راه خصك تزيره في الطرنوفيس هذا مزيان هاي شويه راه دابا صافي هي بتزير لا الريحه الزيت عرفتي كي دايره لا واحد الريحه فيه الصراحه هذا مطحون عليا الزيت ما كاينش بحال الزيت الزيتون يكون ديالك وتديه تعصر
شفت هذا دور دور هذاك غير شويه عندك تحل عاوتاني لداخل عاد صدحوا حقاش شد واحد البيس لداخل بيدك ياك صافي مزيان برافو صافي خلي هذاك خليه دابا زينو بيدي جنيه زوجه صحك دابا بيا شعور الله يدينا حقاش شتي دابا اللي تيبقى عندها الزيت هكاك طارو تجيب شي مغرفه طويله وتحركو وتيولي اللون ديالو تيولي لطبيعته حقاش هذيك قاصا ايوب واش البنس دابا هذاك دايرين بلاصه الروبيني الروبيني راه ما حيدهم لي الحجم هذاك ما عارفين نجمعهم تصيفط كل طارو في الروبيني ديالو الروبيني ديالو اييه وشوفوا الصراحة تيجمعوا الزويته هذا والله إلا حسن حاجة كاع أنا نصحاب زلعوا لي الدراري في الساعة هو تا يتزلع من تم شينا إيه بسم الله بسم الله الله يحضر البركة بسم الله بسم الله قولوا بسم الله شوية شوية بارك الله شوفوا خيرات سيدي ربي إوا عاد بالمشاهدين دابا الخويا قبيلة هذاك راه تبارك الله تبارك الله صافي بارك 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 الغطايه دخلتي الحمد لله خير الصدق اللي جا اللي جا من الله تبارك الله تبارك الله طارف قليل ولا كثير تتقصنا الكاميرا تنعاد اي الحمد لله كرويت والله الا اللي دابا انت تلف ما عرفتش نقول انا فيه الجلده ديالو فيه الجلده اه فيه الجلده اه صافي ايوا الحمد لله خيرات سيدي ربي اللهم لك الحمد يا ربي النعم ديال الله الحمد لله يا ربي الحمد لله شنو طرطقتي؟ عرفتي هذه مزيره لا مزيره مزيره باش ما تحلش عاوتاني الداخل مزيره هذيك دايره بلاصه الروبيني الا ما دارش بنادم راه خصهم الصراحه شي خشبه باش ما يبقاوش مع المده تحطوا في الارض الارض غيتصداو ضروري اللي شراهم يدير شي خشيبه هكا يا دايره ولا مربعه تكون تتمن الصراحه واعرين تنديروا هنا في الخزنه ديك اللي تحت الدروج تما اللي حقاش تصوم البلاصه مظلمه واصلا هادو راه ها هذا راه عامره زيد تما شويه هذيك راه شرا لنا باباك دابا واخا جاتنا الحمد لله 60 وهذيك زادنا واحد 5 لتر وشراها زاد واحد 5 لتر الحاج ها معليش خلط راه زوينه حتى هذيك شتي جابها من ديك المعصره واعره الصراحه زوينه تيبيعوا الزيت زوينه هذيك اللي تيمشي لها الوالد تما حتى حنا ني تنطحنوا تما ديك البلاصه الصراحه فيها الزيت واعره تبارك الله شوفوا كي دايرها نتوما واخا شرنا من عندهم جابنا واحد 5 لتر من عندهم تبارك الله زوينه ايوا الحمد لله حقاش هذا العام هذا العام وعام اللي فات ما جاش الزيت ما جاش بزاف الحمد لله لا زعما قلت لهم ما جاش قليل وين اللهم لك الحمد خير سيدي ربي موجود خلاص الزيت ممنوع تخرج من المغرب دابا ممنوع تخرج لبرا ايوا ربي يرحمنا اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من الزيت غير باهي هنا شحال هذيك منا كنا خالطين كنصيفطوا للحباب والصحاب اللي عندنا هكا في الخارج كيذوقوا الزيت ديال البلاد اييه دابا بقى لكم لا زيت البلاد لا والو والله الا صافي زاد لكم الزبده بلاصه الزيت يا ربي ترحمنا برحمتك يا ربي شوفوا عرفتي على حراره اليوم واحد الشمس اليوم ما نقول لكمش دابا غادي نهزو دابا حنا تنهزو من هذه تاع الكوزينه هذه الصغيره وهذه تنديرها ثقيله ايوب ياك تبارك الله شتي دابا جوج طارويات ها انتم باش نقول لكم ديال الميكاس الصراحه هي اللي نشوف هما دابا جوج طارويات هذاك طارو واحد يجمع كلشي ما تيشدوش البلاصه بنادم يدير الدراع ويشريهم الصراحه احسن حاجه كاع والله الا باقي لي واحد شريت ثلاثه يعني انا كنت بغيت اربعه والحاج قال لي بركه قال لي حتى يجي شي عام زين ان شاء الله وديك الساعات ناخذ دابا ثلاثه باش ما نطولوش عليكم تحياتي لكم وكنحبكم وكنموت عليكم كانت هذه الزويته ديالنا والله يسهل على الجميع ان شاء الله دابا اللي يضرب دابا 15% اه الحمد لله طاحت راه كانت وصلت حتى 100 درهم كانت وصلت 100 درهم مازالت دابا غادي شتي لي شوف اللي غادي يطحن شي زيت غادي يجمعها وغادي ديك الساعه تولي تغلى اللي عنده شي زويته غادي يطحنها وتجمع شريو الزيت محضر خير دابا في هذه الوقيته هذه بقيت 15% درهم الواحد يشري الزيت دابا يخليها عنده ويحتفظ عليها الصراحه اللي بغى الزيت ما يقلش حتى اقتصاد اقتصدوا دابا راه غدا غادي تزيد تغلى حقاش دابا اللي عنده شي زيتون تيطحنو صافي تتجمع دابا بحيت وقتها راه كانت حتى 2000 درهم كانت ولات عاوتاني 17 18
ايوا الحمد لله. ها 2000 ريال 2000 ريال 2000 درهم قلت لهم اولا الله يرحم الاحمر نار الله يلاه خذ يسلم عليكم. ايوا راه توحشتنا اول مشيت تبعتها جينا كملنا لكم الفيديو هنا. ايوا شكرا لكم تبارك الله عليكم.